لكن لو في مارجنال بيم بتروح جاي، شايف دي 10 في 12، لا هنا 5 ماشي، هنا 8، ما ينفعش اقول 4. ليه؟ ماشي. اقل حاجه 5 سياخ، ماشي. اقل قطر في 12، يبقى مينيمم في الفلات سلاب 5 في 12، ما ينفعش هنا اقول 4 12. هنا 10 16 علوي محطوطه هنا 5، يبقى لو في مارجنال بيم الشريحه بتاع العمود اللي على الطرف بتاخد ايه؟ نص التسليح الرئيسي، نص تسليح شريحه العمود الرئيسيه. مش احنا عندنا هنا لو بسيط هنلاقي هنا دي ايه؟ دي شريحة عمود خارجية اهي، دي شريحة عمود داخلية. قال لك لو مفيش مارجنال بيم زي دي كده، الشريحة الخارجية دي نفس التسليح الداخلية. طب لو في مارجنال بيم كاميرا لفة على السقف من بره، يبقى الشريحة الخارجية نص تسليح الشريحة الداخلية. وصلت؟ تمام؟ ماشي. طيب بعد كده قال لك لحساب العزوم على الكانتليفر، لو انت عندك كابولي بقى، عندك سقف كابولي، قال لك بتاخد شريحة في اتجاه الكانتليفر عرضها 1 متر. ماشي. زي السوليد سلاب بالظبط. ماشي. مش كنا بنقول ان عزم الكابولي دبليو سلاب في اللي كانتليفر تربيع على الاتنين؟ ماشي. هو ده عزم الكابولي. ماشي. ده لو انت واخد شريحة عرضها ايه؟ 1 متر. ماشي. طيب لو انت واخد شريحة عرضها من نفس عرض الاسبان اللي هو ال L2، يبقى هضرب هنا في عرض الشريحة. ماشي. وصلت؟ يبقى لما كانت الشريحة 1 متر كأني قلت دبليو سلاب اللي كان تليفر تربيع على الاتنين في واحد. طب انت بواحد ولا بفرق؟ ده هو هنا بيفكرك بالسوليد سلاب. ماشي. واخد بالك؟ هنا لو هتاخده بعرض الشريحة هتاخد الطرف في الاثنين. مش بمزاجك، هنشوفها في المثال. تعال، يتم توزيع عزم شريحة الباكية كلها من السنتر للسنتر زي ما اتفقنا، اللي هو الام نود. ماشي. انت بتقسمه على الكولوم ستريب وعلى الفيلد ستريب. ماشي. صح؟ ماشي. طيب، قال لك الام كانتليفر بقى بتاع الكولوم ستريب، هنا هنضرب في عرض الشريحة اهو. ماشي. مش الكابولي ده، لو انت لو بصيت هنا يا معلم، ده كانتليفر صح؟ اه. لو انت خدت شريحة في الفيلد ستريب هتطلع في الكانتليفر، ولو خدت شريحة في الكولوم ستريب هتطلع في الكانتليفر صح؟ آه. طيب عشان كده قال لك تضرب في عرض الشريحة هنا، قال لك لو انت واخد شريحة عرضها L2 اضرب في عرضها. فهو هنا بيقول لك ايه بقى؟ لو انت عايز تجيب عزم الكانتليفر وانت بتحل الكولوم ستريب، مش هنا الحمرة دي اللي هي الكولوم ستريب صح؟ ماشي. لو لاحظت الكولوم ستريب عدت في مين؟ في الكابولي. وهنا الفيلد ستريب عدت برضه في مين؟ في الكابولي. فاصبح ان هو عزم الكابولي عادي خالص اهو، ده بيسلاب اللي كانت ليفر تربيع على الاثنين، بس انا بحل ام كانت ليفر في الكولوم ستريب هضرب في عرض الكولوم ستريب. ماشي. لو بحل ام كانت ليفر في الفيلد ستريب بضرب في عرض الفيلد ستريب. ماشي. تمام؟ ده بيقول لك ايه؟ هنا كان في الكود القديم مش عارف كان بيعمل كذا وكذا. أيوة. خلينا زي ما احنا في الجديد. أيوة. تمام؟ خلي بالك، قال لك ايه؟ لا يتم ضرب عزم الكانتليفر في معامله التصحيح. فاكر لما احنا قلنا لو الكولوم ستريب نفس عرض الفيلد ستريب بناخد النسب على طول؟ أيوة. ولو مش نفس العرض بنجيب معامل تصحيح نضربه في الفيلد ستريب ونرجع نقول الكولوم ستريب زائد الفيلد ستريب ونطرح منهم من بعد التصحيح. ماشي. قال لك لا بقى، انت هتطبق الكلام ده كله على كل العزوم ما عدا عزم الكانتليفر. ماشي. تمام؟ ماشي. عزم الكانتليفر حتى لو في الفيلد ستريب ما يتضربش في معامل تصحيح. ماشي.